كان يا ما كان في يوم من الأيام وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. حكايتنا اليوم على واحد الغراب صغير والأول مرة كيرفرف بجناحه وطار في السماء وهو فرحان. طار وحلق وبعد بزاف وهو كيستمتع بجمال الطبيعة من غابات وبساتين خلابة. ومن بعد رحلة طويلة وفي حرارة الشمس، الغراب الصغير جاه العطش وهو يهبط بين الشجر وتيشوف وتيقلب، وفجأة شاف واحد الوعاء ديال الماء، فرح بزاف ومشى باش يشرب. ولكن للأسف الغراب المنقار ديالو صغير ما وصلش لهذاك الماء، وما بقى له لا حيلة ولا جهد باش يطير ويقلب على الماء في بلاصة أخرى، وبقى تيشوف وتيفكر كيفاش غادي يوصل لهذاك الماء. وهو يشوف واحد الحجيرة صغار، وبقى الغراب المسكين كياخد الحجر بالمنقار ديالو الصغير وكيرمي في الوعاء ديال الماء. حجيرة بحجيرة حتى ارتفع الماء وصل الحافة ديال الوعاء، وبهاد الحيلة الذكية ديال الغراب قدر يوصل الماء بسهولة، وبدا تيشرب تيشرب حتى روى العطش ديالو ونقض راسو من الهلاك. العبرة من هاد الحكاية صغاري أنه بالإصرار والمثابرة يتحقق الأمل. وهنا وصلنا لنهاية الحكاية، وما تنساوش لايك الزوين ديالكم، وإلى اللقاء مع حكاية جديدة إن شاء الله. كان يا ما كان وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كانت واحد الغابة كبيرة وعامرة بالأشجار الطويلة، وكان الأسد هو ملك الغابة. فواحد النهار نعس تحت ظل واحد الشجرة كبيرة، وجا واحد الفأر بقى تينقص وكيلعب من فوق ظهره. هو يفيق الأسد، فاق غضبان وبغى يقتلو بالمخالب ديالو الكبيرة والحادة. بقى الفأر الصغير كيتوسل ليه وكيترجاه وتيقوله: عافاك عمي الأسد، ما تقتلنيش، عمري ما عنسى هاد الجميل ديالك، ونهار تحتاجني هتلقاني في جنبك. هو يستهزئ منه الأسد وضحك عليه بسخرية وقال ليه: أنا مالك الغابة، غادي نحتاجك انت باش تساعدني، انت مجرد فأر صغير وبحالك ما عندوش باش يساعدني ولا يفيدني. وخلاهم شا. مشات ايام وجات ايام. فواحد النهار كان كيتمشى في الغابة ديالو، وهو يوقع الاسد في الشبكة ديال الصياد، وبقى تيحاول باش ينقض راسه ولكن بلا حتى شي نتيجة. وبالصدفة دايز الفأر من داك المكان، ومني شاف هذاك المنظر ديال الاسد وهو معلق في الشبكة، مشى تيجري بقى تيقطع في الخيوط ديال الشبكة قبل ما يرجع الصياد. ومن يتحرر الأسد وبقى تيشكر وكيعتذر من الفأر، وداروا فوق ظهره ومشاو. وبهذا الخير اللي دار الفأر خلاه يكسب صديق جديد، وصديق بمعنى الكلمة. والعبرة من هذه الحكاية صغاري أن الأصدقاء الحقيقيين يقدمون المساعدة مهما كانت الظروف والإمكانيات. وحتى لهنا وصلنا لنهاية الحكاية، وما تنساوش لايك الزوين ديالكم، وإلى اللقاء مع حكاية جديدة إن شاء الله. كان يا ما كان في يوم من الأيام وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. حكايتنا اليوم على واحد الغراب صغير والأول مرة كيرفرف بجناحه وطار في السماء وهو فرحان. طار وحلق وبعد بزاف وهو كيستمتع بجمال الطبيعة من غابات وبساتين خلابة. ومن بعد رحلة طويلة وفي حرارة الشمس، الغراب الصغير جاه العطش، وهو يهبط بين الشجر وتيشوف وتيقلب، وفجأة شاف واحد الوعاء ديال الماء، فرح بزاف ومشى باش يشرب. ولكن للأسف الغراب المنقار ديالو صغير ما وصلش لهذاك الماء، وما بقى له لا حيلة ولا جهد باش يطير ويقلب على الماء في بلاصة أخرى. وبقى تيشوف وتيفكر كيفاش غادي يوصل لهذاك الماء. وهو يشوف واحد الحجيرة صغار، وبقى
لقى الغراب المسكين كي ياخد الحجر بالمنقار ديالو الصغير وكي يرمي في الوعاء ديال الماء. حجيرة بحجيرة حتى ارتفع الماء وصل الحافة ديال الوعاء، وبهذه الحيلة الذكية ديال الغراب قدر يوصل الماء بسهولة وبدأ تيشرب حتى روى العطش ديالو ونقض راسه من الهلاك. العبرة من هذه الحكاية صغاري أنه بالإصرار والمثابرة يتحقق الأمل. وهنا وصلنا لنهاية الحكاية، وما تنساوش لايك الزوين ديالكم، وإلى اللقاء مع حكاية جديدة إن شاء الله.